اهلا بيكم يا شباب. انا كمدير مشروع لازم يكون عندي شويه مهارات. انا بقسمهم لمهارتين: مهارات الاداره ومهارات التعامل مع الاخرين. مهارات الاداره لازم يكون عندي مهاره البلاننج، لازم اكون اعرف بخطط كويس. رقم 2 لازم يكون عندي مهاره الميتنج مانجمنت، ازاي ادير اجتماعات. رقم 3 يكون عندي مهاره التايم مانجمنت، ازاي ادير الوقت. رقم 4 اورجانيزنج، ان انا ابقى منظم او ادير بتنظيم معين. كنترولنج يعني اني اقدر اتحكم في المشروع. طيب عشان اتعامل مع الاشخاص، ومدير المشروع بيتعامل كتير جدا مع الاشخاص، مهارات التعامل مع الاخرين لازم يكون فيها: رقم 1 القياده الليدرشيب، رقم 2 كوميونيكيشنز الاتصالات. مدير المشروع بيقضي تقريبا 90% من وقته في الاتصالات. الانفلونس والموتيفيشن، تمام، والتحفيزات اللي بتتم لاعضاء الفريق. رقم 5 النيجوشيشن التفاوض، وده من اهم خصائص التعامل في اداره المشاريع. والتيم والتراست بيلدينج، لازم يبقى في تراست بيلدينج ولازم يبقى تيم بيلدرز، تمام. يبقى عندي من اهم الحاجات اللي بصنفها او بتعامل معاها، او اهم المهارات اللي بيتعامل معاها مدير المشاريع، مهارات الاداره ومهارات التعامل مع الاخرين.